شويه على النتائج، لان النتائج برضو بتدي خلاص يعني ايه اشارات كده بمين اللي هيتاهل. امبارح المغرب اتعادلت مع الكونغو في الكونغو 1-1، وكمان المغرب قبل ما تتعادل ضيعت ضربه جزاء، لكن خلاص نسب صعود المنتخب المغربي الشقيق نتمنى لهم يا رب كل التوفيق بقت نسب كبيره، يعني لان المباراه اللي جايه على ارضهم، والمغرب هو التصنيف رقم او من التصنيف الاول في افريقيا، فبالتالي نتيجه طبيعيه. تونس امبارح بهدف هديه من مدافع مالي سوسوكو كسب 1-0، فبالتالي طبعا النتيجه ممتازه لتونس، وهي نفس النتيجه اللي الجزائر حققتها على الكاميرون في الكاميرون، فبرضو الاثنين ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق مع المغرب يتاهلوا بشكل سهل جدا. وطبعا تونس والمغرب والجزائر كلهم في التصنيف الاول تمام من الخمسه الاوائل في افريقيا، معاهم نيجيريا اللي تعادلت مع غانا بدون اهداف، فبالتالي مباراه الاياب هتكون في نيجيريا، فرص كبيره لنيجيريا. لكن احنا اصحاب التصنيف الثاني في افريقيا، احنا السادس تحديدا على افريقيا، لعبنا صاحب التصنيف الاول في القاره وكسبناهم 1-0، وهو الفريق المصنف في الخمسه الاوائل الوحيد اللي خسر في مباراه امبارح، فده برضو او دي حاجه ايجابيه ومؤشر جيد انك تكسب فريق بحجم السنغال، فبالتالي عندك فرص وفرص قائمه، وباذن الله باذن الله الحلم يتحقق باذن الله تعالى، شويه تعب ومجهود كمان ونموت على الكوره ونستقتل كده في مباراه الاياب ان شاء الله نحقق الهدف المنشود. هقول لحضراتكم المباريات امتى بتاعه مباراه الاياب في الجوله الحاسمه من التصفيات المؤهله لبطوله الامم او بطوله كاس العالم طبعا في قطر. مصر هتلعب السنغال يوم الثلاث الساعه 7 بتوقيت القاهره، وفي نفس التوقيت ده هتبقى مباراة غانا مع نيجيريا فين؟ في نيجيريا، اوكي؟ الكاميرون هتلعب الجزائر في الجزائر الساعة 9:30 في نفس التوقيت، مالي مع تونس في تونس، والكونغو مع المغرب في المغرب في نفس التوقيت أيضا الساعة 9:30 بالظبط بتوقيت القاهرة، الأوقات اللي على الشاشة دي طبعا أو توقيتات اللي على الشاشة دي بتوقيت جرينتش يعني. فبالتالي كل ده كل ما يتعلق بالمنتخب، وان شاء الله باذن الله خلينا نتفائل خير ونساند وندعم المنتخب، وان شاء الله باذن الله نوصل كاس عالم، لان ده الاهم، مش مهم خالص اداء ولا مهم اي حاجه، نتيجه جيده امبارح مش مطمئنه طبعا، لكن في نفس الوقت خطوه مبدئيه جيده نحو ان شاء الله تخطي العقبه من خلال مواجهه السنغال في دكار، وبالتالي الحلم كله يتحقق بالتاهل لكاس العالم، دعوات كل المصريين. هروح